يا مولاي، أحب أن أسألك عن شيء هو والله يجول في صدري وصدر كثير ممن يحبك ويواليك. سل يا خراساني. يا ابن رسول الله، أنت تعرف ما لكم عند شيعتكم من الرأفة والرحمة، وأنتم أهل بيت الإمامة. جزاكم الله خيرا يا خراساني. فما الذي يمنعك يا سيدي وأنت صاحب الحق أن تقوم لحقك واخترت أن تقعد عنه؟ ما لي شيعة يعينونني على ذلك. يا مولاي، إن نجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف. تمهل يا خراساني، رعى الله حقك. يا معتب، اسجر التنور. السمع والطاعة يا مولاي. يا سهل بن حسن، قم واجلس في التنور. قم واجلس في التنور. يا ابن رسول الله، لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله. قد أقلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هارون، ادخل التنور. حدثني عن خراسان، هل تفرق أهلها عن بني أمية وأخذوا بشعارات محمد بن علي؟ فداك أبي وأمي، لم أعرف ما قلت، فإن لا بأس. كم تجد بخراسان مثل هذا؟ لا والله، مثل هذا ولا واحد. أما نحن يا خراساني، فلا نخرج في زمان لا نجد فيه 5 معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت.